أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي نصيحة الليلة لي ولكم تدرب على الأعمال الصالحة وريد نفسك بها قولا وفعلا قلبا وقالبا حتى تصير لك عادة مألوفة تؤديها طوعا بغير عناء تماما كما يتدرب الرياضيون على ألعابهم حتى يؤدونها بغير عناء وانتهز فرصة هذه الأيام أيام دي فرصة إنك تعمل هذه الرياضة وثمرة تلك الرياضة التي ننصح بها دل عليها الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وابن حبان في الصحيح عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا الكلام النبوي معناه أن الخير ما اعتادته النفوس وارتادته حتى أشربت القلوب حبه فصار للأبدان عادة معتادة خلاص أصبح حاجة بالنسبة له زي العادات اللي بعض الناس بتتكلفها زي من اللي واخر على أنه ينام في ساعة معينة اللي كذا اللي كذا والعادة كما يقولون طبيعة ثانية للإنسان الطبيعة الثانية للإنسان هي العادة وهي أملك بالإنسان من الأدب ليقولوا قد يؤدب الشاب أو الفتاة على خلق من الأخلاق وتكون العادة الجارية في المجتمع أو في البيت أو غير ذلك التي يمشي على مقتضاها مضادة لهذا الخلق الذي أدب عليه فاللي يغلب هنا إيه؟ الأدب بتاع الخلق ولا العادة؟ لا تغلب العادة الأدب المراد من هذا الكلام بيان ما ينبغي أن يكون المؤمن عليه وما هو اللائق بحاله وذلك بأن يكون الخير عادته والتأهب إليه طريقته ولن يكون له ذلك عادة إلا إذا تدرب عليه عملا وقلبا وصبر وصابر في رياضة نفسه حتى يصير له الخير عادة مألوفة ينشرح لها صدره وتلين لها أعضاؤه ولذلك تجد من اعتاد الشر إذا كان من اعتاد الخير أصبح الخير له عادة إذا كان الشر ضاق به صدره وكرهته نفسه ونفرت منه أعضاؤه ليه؟ لأنه بغيض لنفسه بغيض للنفوس الخيرة ولذلك لا تقبل عليه النفس إلا بلجاجة لجاجة يعني إيه؟ يعني إلحاح من الشيطان وإلحاح من النفس الأمارة نفسه تلح عليه من ناحية والشيطان يلح عليه من ناحية والشر لجاجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأداة التي يستعان بها على رياضة العمل الصالح حتى يصير في إطار العادة خلاص جسمك يعني يجريه بدون تكلف أصبحت كل الأعمال بالنسبة لك تجري بغير تكلف وسهلة بين الكلام ده
مين اللي يقدر على كده؟ الآلهة اللي نستعين بها على هذا إيه؟ لا ده بينا سيدنا النبي لما قال ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو تعلم قواعد الإسلام ومعرفة الحلال والحرام. ومفهوم الشرط في الحديث سيدنا النبي قال ومن يرد الله به خيرا، دي جملة شرطية، يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، جملة شرطية. مفهوم الشرط في الحديث يدل على أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، ولذلك لا تمكنه نفسه ولا أعضاؤه ولا شيطانه، لا تمكنه نفسه ولا أعضاؤه ولا شيطانه من اعتياد الخير، ما يقدرش يتعود الخير، لا يستطيع أن يتعود الخير حتى يكون له عادة. لأنه كيف يعتاد الخير من لا يعرف الحلال والحرام ولا يعرف الثواب على الحلال ولا العقاب على الحرام؟ هيتعود الخير إزاي؟ وهذا المفهوم ورد منطوقا صريحا في رواية أبي يعلى في المسند في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن لم يفقهه لم يبال الله به. خلاص خرج من عين الله، ما لم هو لم يفقهه في الدين يبقى هو خلاص يعني فرغ منه، هذا إنسان فرغ منه. عشان كده يا أخواننا وأخواتنا عاوز أقول تعلموا هذا جيدا واذكروه، إنما تكتسب النفوس الخير بكثرة التدريب والمداومة. واذكروا مع هذا محرضا أيضا ما جاء في الحديث الذي خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم والخطيب في تاريخ بغداد عن سيدنا أبو هريرة. طبعا هذا الحديث روي عن أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أيضا مرفوعا وموقوفا، لكن الإمام الدارقطني قال المرفوع الموقوف أصح. الشاهد إنه الحديث بيقول إيه؟ سيدنا أبو هريرة بيقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يحصل له إيه؟ أنت دايما بتتحرى طريق الخير، هل ربنا سبحانه وتعالى هيخيبك؟ مستحيل. يقول ومن يتحرى الخير يعطى، الله ينوله مناله من الخير، ومن يتق الشر يوقى، ليتجنب الشر الله سبحانه وتعالى يجنبه الشر. ليه؟ احنا اتكلمنا بكده عن الله، عن إرادة الإنسان وما في ذلك من التوفيق والخذلان. فلا الكلام ده يحرضنا على أن احنا يعني نتدرب على الصالحات حتى تكون لنا عادة. الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، اللهم أمين رب العالمين، وأن يجعل الخيرات لنا عادة. آمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. The advice of tonight, inshallah, is to train your soul and your body and your being of going good, doing good deed until becomes a habit of your body. To train your soul for goodness, that goodness becomes you. And this habit becomes a familiar behavior, a familiar conduct that it doesn't take effort to come out. Goodness becomes a habit. Goodness becomes a rule. And the fruit of this training, if you will, was narrated by Ibn Majah and Ibn Hibban on authority of Muawiyah, may God be pleased with him, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said what can be translated, that goodness is a habit. Goodness is a habit. And wickedness is a persistent whisper of the devil and your own evil soul. And whoever Allah subhanahu wa ta'ala want goodness for him, he give him the ability to be knowledgeable with the divine guidance of Allah. And this prophet words and advice is obviously very
practical and very doable, as goodness is what the soul got used to it and repeated it enough until it becomes a habit with, again, no effort to perform or to do, and becomes a second nature of the person. The goodness becomes repeated, a habit, and becomes a second nature that it does not take effort. As always, the habits take over the what is been taught. You can be taught certain things, but whatever habit you have usually takes over when it becomes, as I said, your routine or you and your way of doing things. So you train yourself with goodness until it becomes a habit that does not take any effort. And when evilness or sins befall you, it rebuilds it. Your good habit and your good behavior and your routine becomes easy to rebuild evil and to rebuild wickedness. And the Prophet Muhammad, peace be upon him, also clarified that when he said, whoever Allah subhanahu wa ta'ala wants goodness for him, he teach him the divine guidance. He lead him to the circle of knowledge to know about the divine guidance. As whoever does not know the divine guidance of Allah, he will not know what the difference between good and evil and goodness and wickedness. So how you will get used to goodness and how you can get to be a part of your second nature if you don't know what is right and what's wrong and what the divine guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. And that actually the same understanding came clear in Hadith Abu Ya'la in al-Musnad that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, whoever Allah did not bless him with the knowledge of the divine guidance, he would not pay any attention to him. Because again, without divine guidance, you would not know what is right from wrong, and you will be an easy target for wickedness and evilness. So this is the advice of tonight, that goodness is, again, something you need to train your soul with until it becomes your second nature, and it becomes easy and doable with training and with persistence, inshallah. And that also was narrated in Hadith Ibn Abi Dunya, on the authority of Abi Huraira, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that knowledge comes by learning. You're not going to get knowledge by osmosis. You are not going to just, you know, going to come to you without any effort on your part to attend the circle of knowledge, to open the books and the Quran and know the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. And patience comes with endurance. You have to endure, you have to work hard until you become patient. And whoever seek goodness will be given goodness. And whoever avoid evil, Allah will protect him from that. May Allah make us among those who listen, comprehend, and apply, inshallah. Assalamu alaikum.